أهلا بكم في هذه الحلقة. في هذه الحلقة سوف نقوم بصناعة وتحضير المادة أمونيوم مغنيسيوم سلفيت باللغة العربية كبريتات أو سلفات مغنيسيوم النشادر أو كبريتات نشادر المغنيسيوم، هذا هو الاسم الصحيح، كبريتات أو سلفات نشادر المغنيسيوم. إذا صيغته الكيميائية NH4 الكل 2. إذا عدنا 2 أمونيوم مغنيسيوم Mg SO4، 2 سلفات أو 2 كبريتات. إذا القاعدة العامة هي كالتالي: 1 مول مغنيسيوم سلفيت زائد 1 مول أمونيوم سلفيت. المغنيسيوم سلفيت كنا صنعناه من قبل في فيديو سابق، سميناه سلفاماغ، الدواء سلفاماغ. الأمونيوم سلفيت كنا قد صنعناه أيضا في فيديو سابق، فيعطيني 1 مول أمونيوم مغنيسيوم سلفيت. هكذا. إذن أنا ليس لدي المغنيسيوم سلفيت سوف أصنعه، وليس لدي الأمونيوم سلفيت أيضا سوف أصنعه، ثم أدمجهما مع بعض. سوف أنطلق من 3.5 غرام مغنيسيوم هيدروكسيد، هذا هو المغنيسيوم هيدروكسيد، كنا صنعناه من قبل، استخرجناه من مياه البحر. الذي يريد الرابط نعطيه الرابط كيفية استخراج المغنيسيوم من مياه البحر. إذا هذه كلها، هذه الكمية من الماء كلها منحل فيها 42 غرام مغنيسيوم هيدروكسيد. إذا هذا النصف منحل فيه 21 غرام، هذا الربع منحل فيه 10.5 غرام، هكذا. إذا هذا ثلث 10.5 هي 3.5 غرام، هذا الجزء هي 3.5 منحلة فيها، طبعا ليست هي ماء زائد هيدروكسيد المغنيسيوم. هيدروكسيد المغنيسيوم المنحل في هذه الكمية من الماء هو 3.5 غرام، تدريجة واحدة هي 3.5 غرام منحلة، 3.5 غرام مغنيسيوم هيدروكسيد. نضيف لها 5.88 غرام سلفيوريك أسيد، هذا هو السلفيوريك أسيد الذي لدي بتركيز 48.95% وزن على حجم، فيعطيني 7.22 غرام مغنيسيوم سلفيت زائد 2.16 غرام ماء. ثم هذا 7.22 غرام مغنيسيوم سلفيت أضيف لها 7.92 غرام أمونيوم سلفيت، فيعطيني 15.14 غرام أمونيوم مغنيسيوم سلفيت. الآن سوف أصنع 7، كيفية تصنيع أريكم كيفية تصنيع 7.92 غرام أمونيوم سلفيت. طبعا قبل أن ننتقل إلى ذلك، طبعا أنا 5.88 غرام سلفيوريك أسيد سوف أحولها إلى كم من مليلتر. أنا محلول السلفيوريك أسيد الذي لدي هو 48.95%، إذا كل 100 مليلتر فيها 48.95 غرام، أضع تحتها 5.886 بالتقريب 5.88 غرام، يقابلها المجهول إكس. إكس يساوي 5.88 ضرب 100 تقسيم 48.95، أجد إكس يساوي 12.02 مليلتر، تقريبا 12 مليلتر. هكذا. إذا سوف أخذ 12 مليلتر وأفاعلها مع 3.5 تدريجة واحدة، سوف أخذ تدريجة واحدة فيها 3.5 غرام هيدروكسيد المغنيسيوم. ثم لتصنيع كما قلنا 7.92 غرام أمونيوم سلفيت، أحتاج إلى 4.2 غرام أمونيوم هيدروكسيد، هذا هو الأمونيوم هيدروكسيد كنا قد صنعناه في فيديو سابق، محلول الأمونيوم هيدروكسيد بتركيز 17.98%، أحتاج إلى 4.2 غرام زائد 5.88 غرام سلفيوريك أسيد، فيعطيني 7.92 غرام كما قلنا أمونيوم سلفيت زائد 2.16 غرام ماء. أنا أحتاج 4.2 غرام أمونيوم هيدروكسيد، إذن كيف أقوم بالعملية؟ إذا محلول الأمونيوم هيدروكسيد الذي لديه هو 17.98%، كل 100 مللتر فيها 17.98 غرام، وأضع تحتها 4.2 غرام يقابلها المجهول واي. واي يساوي 4.2 ضرب 100 تقسيم 17.98، أجد واي يساوي 23.35 مللتر. نفس الشيء بالنسبة للسلفيوريك أسيد، أنا أحتاج 5.88 غرام، كل 100 مللتر يقابلها المجهول 48.95 غرام،
8 يعني كل 100 مليلتر فيها مذاب فيها 48.95 غرام سلفيوريك اسيد، احتاج 5.88 غرام يقابلها المجهول W. W يساوي 5.88 ضرب 100 تقسيم 48.95. W يساوي 12.01 تقريبا 12 مليلتر. اول شيء يجب ان احضر المغنيسيوم سلفيت، هكذا سوف اخذ درجة واحدة من هذه وأضعها داخل هذا الكوب. إذن هذه الكمية من الماء منحل فيها 3.5 غرام هيدروكسيد المغنيسيوم. الآن بواسطة هذا الفنجان البلاستيكي المدرج سوف أخذ ما مقداره 12 مليلتر من هذا المحلول سلفيوريك أسيد. إذن هذا 12 مليلتر سلفيوريك أسيد، طبعا هيدروكسيد المغنيسيوم هو معلق أبيض لا ينحل في الماء، بينما كبريتات أو سلفات المغنيسيوم هي شفافة. لاحظ كيف سوف يتبدل اللون إلى اللون الشفاف. كبريتات أو سلفات المغنيسيوم هي لونها شفاف شديد الانحلال في الماء. هل رأيت كيف تحول اللون الأبيض، اللون الأبيض إلى اللون الشفاف؟ هذا هو كبريتات المغنيسيوم. إذن في هذه الكمية من الماء منحل 7.22 غرام كبريتات أو سلفات المغنيسيوم. الآن نضع 7.22 غرام هذا المحلول الذي يحتوي على 7.22 غرام مغنيسيوم سلفيت على جنب، ونحضر هذه القارورة الجديدة لنقوم بتفاعل الأمونيوم سلفيت. الآن أيضا نأخذ 12 مليلتر من سلفيوريك أسيد. إذا هذه 12 مليلتر سلفيوريك أسيد التي تكلمنا عنها، طبعا الآن هو التفاعل، الآن الذي سوف نجريه هو تفاعل حمض زائد قاعدة يعطينا ملح زائد ماء. القاعدة هي الأمونيوم هيدروكسيد، الملح الحمض حمض زائد قاعدة يعطينا ملح زائد ماء. القاعدة هي الأمونيوم هيدروكسيد، الحمض هو السلفيوريك أسيد، والملح هو الأمونيوم سلفيت، كبريتات أو سلفات النشادر أو كبريتات الأمونيوم. إذا ندخلها داخل هذه القارورة، هذا السلفيوريك أسيد. ونأتي بالأمونيوم هيدروكسيد. نأخذ 23.35 مللتر، تقريبا 24 مللتر. إذا هذه 24 مللتر أمونيوم هيدروكسيد نضيفها بواسطة القمع لأن الحجم كبير نوعا ما، 24 مللتر نضيفها إلى السلفيوريك أسيد. فالعملية هي إكزوثيرميك، أنا الآن أحس بالحرارة لأنه كما هو المعروف تفاعل حمض زائد قاعدة يعطينا ملح زائد ماء. الآن نخلط خلط خفيف. طبعا الأمونيوم هيدروكسيد والسلفيوريك أسيد والأمونيوم سلفيت محاليل شفافة لا لون لهم. الآن حرارة شديدة ولكن القارورة أنا أعلم أنها تتحمل. وهذه الحرارة تزيد من سرعة التفاعل لوحدها. يعني التفاعل يذهب يتجه إلى النهاية بسرعة. الآن هنا منحل 7.92 غرام كبريتات النشادر أو يسمى أيضا سلفات الأمونيوم. الآن نحضر كما قلنا
7.22 غرام مغنيسيوم سلفيت، ونحضر 7.92 غرام كبريتات النشادر ونضيفهم إلى بعضهم البعض بهذه الطريقة. ونخلط. التفاعل هو فوري، لا يحتاج إلى درجة الحرارة، لا يحتاج إلى رفع الحرارة، ولكن إذا أردنا الحصول على البلورات، بلورات الأمونيوم مغنيسيوم سلفيت باللغة العربية كبريتات نشادر المغنيسيوم، إما نضع هذا المحلول على طبق ونعرضه إلى أشعة الشمس، إما نضعه فوق النار في إناء من الزجاج الذي يتحمل درجة الحرارة، طبعا درجة حرارة 80-90 درجة مئوية تكفي لكي نبخر هذا الماء، هذه الكمية الزائدة من الماء. إذن هذا هو الأمونيوم مغنيسيوم سلفيت، صيغته NH4+2 MgSO4+2، إذن في هذه الكمية من الماء منحل 15.14 غرام أمونيوم مغنيسيوم سلفيت. إذن هذا كان فيما يخص تصنيع كبريتات نشادر المغنيسيوم. إلى اللقاء. وهو يدخل في صناعة الأدوية. إلى اللقاء.